إلى أخبار المونديال وآخر المستجدات الرياضية، صحبة الزميل فيصل الزكي الذي ينضم إلينا للتو في الاستوديو. صباح الخير فيصل. صباح الخير أنس، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذن فيصل، المونديال الروسي بلغ الآن مراحله الأخيرة ومحطة نصف النهائي، حيث المواجهة المرتقبة بين فرنسا وبلجيكا غدا. نعم أنس، بالفعل لقاء الجارين الذي سيكون بتأكيد مثير للغاية، حيث كلا المنتخبين يضمان في صفوفهما لاعبين يمتازون بمهارات عالية. إذن دور نصف النهائي سيكون أوروبيا خالصا، وستجرى أولى مبارياته يوم الثلاثاء بلقاء الجارين فرنسا وبلجيكا، وهي المواجهة التي قال عنها أوليفييه غيرو مهاجم منتخب الدياكا أنها ستجمع بمنتخب بلجيكي متميز بتقنية لاعب. مواجهة بلجيكا هي مواجهة لخصم محترم، منتخب هو الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم على مستوى العالم. إنه منتخب قوي، فيه جيل متميز من اللاعبين الذين لعب البعض منهم سويا لفترة طويلة وبلغوا الذروة حاليا، لاعبون يتميزون مع أنديتهم، وأعتقد أن مواجهتهم ستكون أصعب من المواجهات السابقة لنا في البطولة. من جهتي عبر الراسي رشاد للاعب وسط منتخب بلجيكا أن منتخبهم لا يهاب المنتخب الفرنسي، خاصة بعدما نجح منتخب الشياطين الحمر في إخراج المنتخب البرازيلي من دور الربع. لا نخاف من المنتخب الفرنسي، فبعد الفوز على البرازيل لا يمكن أن تهاب أحدا، لأنك لو خفت لا يمكنك أن تلعب المباراة. عليك أن تحترم الكل، وهذا مهم في كرة القدم، لكن لو لعبت وأنت خائف لا يمكنك أن تقدم كل ما عندك بالنسبة. مباراة نصف النهائي الثانية التي ستقام يوم الأربعاء فستجمع بين المنتخب الكرواتي بناظره الإنجليزي، والتي قال عنها المدرب زلاتكو داليتش مدرب الكروات أنها ستكون مباراة صعبة، غير أن فريقه واثق من قدرته على مواصلة مشواره المميز في البطولة. بالطبع بعد مباراة الربع النهائي نركز الآن على إنجلترا. بلوغ الإنجليز لنصف النهائي يعكس قوة منتخبهم، إنه فريق شاب وجيد للغاية ويتمتع بمزايا عديدة. لقد فازوا على السويد بسهولة، مما يعني أنهم يلعبون بشكل رائع. سوف يكونون خصما صعبا بالنسبة لنا، ونحن نكن لهم احتراما بالغا. بالطبع ندرك أن إنجلترا تقوم بتحليل أدائنا، وسوف نتحدث للاعبين عنهم لاحقا، وبقدر احترامنا لهم، إلا أننا نحترم أنفسنا ونؤمن بنقاط قوتنا، لذا فإننا لا نهاب إنجلترا أو أي منتخب آخر. نعم زكي، إذن المنتخب الروسي بدوره حظي باستقبال حار من أنصاره رغم إقصائه من المونديال، ونتذكر هنا المباراة البطولية التي أدها أمام المنتخب الكرواتي والتي فاز بها بضربات الترجيح. نعم أنس، المنتخب الروسي في البداية كان غير مرشح بالذهاب بعيدا أو مرور إلى دور الربع، لكنه نجح في البصم على بطولة جيدة. إذن احتشد الآلاف من المشجعين الروس في استقبال منتخب بلدهم لدى عودته إلى موسكو قادما من سوتشي عقب خسارته في ربع نهائي كأس العالم أمام كرواتيا بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدفان لكل فريق. المدرب ستانيسلاس تشيرشوف أعرب للجماهير عن أسفه لخروج الفريق من المنافسة، وأكد أن روسيا سوف تواصل تألقها في المنافسات المقبلة. بحضور عدد من المشجعين وصل مدرب المنتخب البرازيلي ومعه عدد من لاعبي المنتخب إلى مطار ريو دي جانيرو يوم أمس الأحد، وكانت البرازيل من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، لكنها أقصيت من ربع النهائي إثر خسارتها بهدفين لواحد على يد بلجيكا في كازان. وكان من النجوم الواصلين دوغلاس كوستا وفيليب كوتيني وغابرييل خيسوس وكاسيميرو، فيما لم ترصد عدسات الكاميرات نجم المنتخب الأول نيمار جونيور، لكن الصحف المحلية قالت إنه وصل إلى ريو لكنه استقل بعدها طائرة خاصة إلى وجهة أخرى. قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الأحد أن فرناندو ييرو مدرب منتخب إسبانيا المؤقت أنهى علاقته بالاتحاد عقب الخروج الكارثي للفريق من كأس العالم الأسبوع الماضي. وفي بيان بموقعه على الإنترنت قال الاتحاد الإسباني أنه وبعد مسيرة طويلة معه
وضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم وفرناندو هييرو حدا لعلاقتهما مع انتهاء مشاركة إسبانيا في كأس العالم. وأضاف البيان أن هييرو رفض العودة لوظيفته السابقة كمدير رياضي للاتحاد من أجل البحث عن آفاق وتحديات جديدة. وعين هييرو مديرا رياضيا للمرة الثانية في عام 2017، لكنه وجد نفسه على نحو غير متوقع مدربا لإسبانيا قبل انطلاق كأس العالم بعد إقالة يوليان لوبيتيغي قبل يوم واحد من البطولة لاتفاقه على تدريب ريال مدريد. إذن أنس، كان هذا آخر خبر في الجولة الرياضية الصباحية. شكرا.